السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة فاطمة. أخباركم يا جماعة؟ الحمد لله. دائما وأبدا الحمد لله. حنين، في حاجة؟ حنين رفع إيدي. يعطيك العافية دكتورة. يعافيك يا حبيبتي، تفضلي. كان بس بدي أسأل مشان الواجب، إحنا جهزناه بس هو ما يقارب 9 ميجا بايت، ما رح بالنسبة للواجب. أي ماله بقى؟ جهزناه بس هو حجمه كبير، ما يقارب 9 ميجا بايت، فبظن ما راح يتسلم على ال ام اس، فنقدر نسلمه واتساب؟ لا، حاولوا، ما ينفعش تراجعوا الفريق الفني بالجامعة ازاي يساعدكم في الموضوع ده، اذا كان في نوع من الكومبريشن ولا حاجة. بصراحة ما بعرف مع مين بدي أتواصل، يعني عندك الفريق الفني، عندك مهندس، في علي مياس، وفي علي الأدري، وفي علاء عطوم، والدكتور محمد. دكتورة والدكتور محمد أبو شكير. دكتورة تواصلنا معاهم بس حكى إنه أقصى شيء 5 ميجا. وأنتم زايد عن كده؟ ما بينفع أكثر من 5. طيب، يعني كنت أتمنى إن هو يبقى بالطريقة الرسمية اللي بيننا، اللي هو التواصل عبر المنصة، عشان يتحط عليه علامات من خلال انتوا عاملين ابلود على المنصه. يعني لو فيها مشقه بقى، لو فيها مشقه او استحاله الوضع ان يبقى له حل، اطبعوه، اعملوا له برنت وسلموه لي في الكليه. انا احد ثلاث بكون موجوده من بعد العملي من الساعه 1 ل 2 الا ربع كده قبل محاضرتي، او اطبعوه وحطوه في فايل وحطوه لي في البريد بتاعي في الديوان عند ابو عامر. خلاص تمام دكتورة. كمان كان بدي أسأل عن الواجب اللي نزل بداية الفصل. لا، ده خلاص بقى، ده منتهي. معلش، انا كل مره بس بحاول ان شاء الله افتكر اشيل الاناونسمنت ده عشان في غيره ان شاء الله. في واجب غيره، في واجب غيره هيطلب منكم على الاسبوع الجاي ان شاء الله. تمام، رح يتم تعويضه الواجب الاول لانه انا سجلت متاخر، فيدوب والله دي مشكله الناس اللي سجلت متاخر يا جماعه. يعني المشكله ما كانت من بعد عندي. الفصل ما لا يقل عن اسبوعين او 3. المشكلة ما كانت من عندي، رحت بدي أسجل وقالوا لي استني تفتحي شعب، وما فتحت شعب يعني، وبالنهاية رجعوا سجلوني بالشعب القديمة. هو كل قصة واجب عليه علامتين، الواجب الأولاني عليه علامتين. تمام ماشي، خير، يعطيك العافية. شوف خير إن شاء الله، هنشوف ممكن أديكوا واجب خلال الأسبوع الجاي ويبقى في تعويض إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، شكرا، يعطيك العافية. شكرا لله. خلينا نسمي الله ونبدأ محاضرتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان موضوعنا المرة اللي فاتت كان عن الـ third nutritional element، تالت عنصر غذائي اتكلمنا فيه، هو عن الفاتس أو الدايتري فاتس، الدهون اللي اتكلمنا فيها. لو نفتكر مع بعض، اتفقنا على إن الدايت اللي بيحتوي على الفات هو supply the body with fatty acid. الفاتي أسيد أو الاسينشال الفات او الدايتري فات او ما يزود به الجسم من فاتي اسيد هو اسينشال. ضروريته في ايه؟ انه بيقوم بالوظائف التاليه. اولا، يعد انرجي فيول، مصدر اخر للوقود ومصدر مفضل للطاقه للعمل الهارت، بلس ان هو الفاتي اسيد يمثل ستراكشر ماتيريال للسيل ميمبرين. وبعدين اتكلمنا عن انه الدايتري فات هو من مصدرين مهمين عندي، من الانيمال سورس وعددنا الامثله عليها، ومن البلانت سورس اللي هي من الاطعمه اللي بتحتوي على الدهون اللي من مصدر نباتي. وبعدين اتكلمنا عن انه الكلاسيفيكيشن للفات، في عندي اكتر من كلاس، التصنيف او فئات الدهون. في عندي الليبيدز او الليبيدات اللي ارتبط زيادتها في الدم بما يعرف بالهايبر ليبيديميا، والهايبر ليبيديميا يعني زياده في الدهون او زياده في الليبيدات في الدم. ده معناها انه الشخص عنده مشكله. المشكله بتكمن في ايه؟ انه نتيجه زياده الدهون، فهو بالتالي بيحصل تراكم ليها حوالين الارتيريال وول، وده يتسبب فيما يعرف بالاثيروسكليروسيس اللي هو تصلب الشرايين، وبالتالي الشخص بيكون فانربل ان هو ديفلوب لي هايبرتنشن والهارت اتاك.
الترايجل سترايدز، الدهون الثلاثيه اللي هي هذا المصطلح او الترايجل سترايد تحديدا، هو تعد انذر كلاس اوف فات، هي فئه اخرى من الدهون او تقسيمه اخرى من الدهون اللي هي جايه في تركيبتها تشبه الجليسرول. الجليسرول اللي هو الماده السائله، الماده اللزجه الشفافه اللي لا لون لها، لا لون لها. وبعدين في كلاس اخر اللي هو الفاتي اسيد، الاحماض الدهنيه اللي اتكلمنا فيها، قلنا بتنقسم على حسب الساتوريشن بما يعرف به الساتوريتد فاتي اسيد والانساتوريتد فاتي اسيد. الساتوريتد فاتي اسيد هي الاحماض الدهنيه المشبعه، هي سمتها او بتتصف بالاتي، تتصف ان الساتوريتد فاتي اسيد من حيث الاستراكشر هي هولد ويز هيدروجين، هي محمله او ممتلئه بعنصر الهيدروجين، فده بيخلي خواصها كالتالي ان هي هيفير وهدنسه، ليها قوام وليها كثافه وسوليد وليها صلابه ات روم تمبرتشر، على عكس الانساتوريتد فاتي اسيد اللي الامثله عليها الزيوت النباتيه زي زيت عباد او دوار الشمس، زيت الذره، زيوت الزيتون او الزيتون، كلها بنشوف طبيعتها سائله. ليه؟ لانها انساتوريتد يعني مش فيلد، نوت فيلد ويز هيدروجين، ليست معبأة او ممتلئه بعنصر الهيدروجين، فبالتالي بيخلي خواصها ان هي سائله بتختلف عن الدهون المشبعه. طبعا الساتوريتد فاتي اسيد هي الاطعمه اللي بتحتوي على احماض الدهنيه المشبعه، هي من مصدر حيواني، الدهون اللي حوالين اللحم، الزبده، الحاجات اللي هي مصدرها والاجبان، الاشياء اللي هي مصدرها حيواني، فبالتالي الاحماض الدهنيه اللي فيها بتكون من هذا النوع، وليها هيلث ريسك على صحه، لو بتمثل ريسك على صحه الشخص بالاخص حينما يتم الافراط او تناولها بشكل اكثر من الاحتياج. الانساتوريتد فاتي اسيد مصدر الاحماض الدهنيه غير مشبعه، مصدرها من الاطعمه هي الزيوت النباتيه زي ما اتفقنا، فيما عدا زيت الكوكونات وزيت البالم اويل اللي هو زيوت جوز الهند وزيوت النخيل. اما الاسماك فالاحماض الدهنيه اللي فيها انساتوريتد وذا الاكسبشن اللي عندي. الكوليسترول اتكلمنا عنه، طبعا الفانكشن للفاتي اسيد من حيث الضروره او من حيث اهميته له علاقه بما انه الفاتي اسيد بيمثل استراكشر ماتيريال داخل في تكوين السيل ممبرين، الاغشيه المبطنه للخليه، فبالتالي له علاقه بتيشو سترينث، بالاضافه للبلاد كلوتنج، بالاضافه للهارت اكشن، انه عمل الهارت باعتباره هو عضو عضلي طول الوقت بيشتغل، بيعتمد على الطاقه المستمده البريفيرد بالنسبه له المستمده من الفاتي اسيد. الكوليسترول مصطلح آخر أو فئة أخرى للفات. الكوليسترول في وصف الكوليسترول هو واكسي لايك فات لايك سبستانس، هو مادة دهنية شمعية أو مادة دهنية تشبه الشمع، بتتكون في أنسجة الحيوانات، فبالتالي هو مصدره أو بيعتمد على الأكلات اللي من مصدر حيواني، وأكثر الأكلات أو الأطعمة اللي بتحتوي على الكوليسترول هي البيض وتحديدا صفار البيض. الكوليسترول مشكلته في الزيادة، بالأخص لأن أنا عندي نوعين منه، الـ LDL والـ HDL. الـ LDL اللي هو Low Density Lipoprotein، ده الكوليسترول الباد، والـ HDL High Density Lipoprotein الكوليسترول الجيد، اللي هو كونه جيد لأنه ده بيساعد، أو نافع لأنه ده بيساعد على تخلص الجسم من خلال الليفر من الكوليسترول الضار. طبعا الكوليسترول مشكلته لما بالاخص طبعا الضار، لما بيزيد نسبته، لما اي شخص مننا بيعمل فحوصات ويلاقي ان في نسبه الاتش ال ال دي ال عاليه، ده معناها انه هنا الشخص عرضه لي او انه اوريدي اتصاب بي او تعرض ل اكيميوليشن او بيلد اب او ديبوزيت، تراكم للكوليسترول حوالين
الارتيريال وول، وبالتالي ده بيقلل من الالاستيسيتي، فالحاله دي اسمها ايه؟ اسمها اثيروسكليروسس، اللي هي تصلب الشرايين او تصلب الاوعيه الدمويه. وبالتالي ما دام حصل ان هي الالاستيسيتي قلت، يعني حصل هذا التصلب، فالشخص بيبقى اوريدي يعاني او عرضه للمعاناه من الهايبرتنشن ومن ثم الهارت اتاك. الفانكشن اوف فات اتكلمنا فيها، الفات ان فود، وظيفه الفات في الاكل طبعا بيزود زي ما اتفقنا، هو مصدر تاني للطاقه، فله علاقه بالانرجي. الاسينشال نيوتريانت، الاحماض الدهنيه الناتجه عن هذا، عن الاطعمه اللي بتحتوي على الدهون، هي بس مصدرها الدهون، يعني الاحماض الدهنيه في النهايه هي مصدرها الاطعمه اللي بتحتوي على الدهون، بالاضافه ان الاكلات او الاطعمه اللي بتحتوي على الدهون فهي ايضا بتحتوي على الفات سولوبل فيتامين، اللي هي النوع من الفيتامينز اللي هنتكلم عنه ان شاء الله، اللي هو متمثل في فيتامين A والدي والاي والكي. بالاضافه لان اضافه بعض الدهون او وجود بعض الدهون بقدر معقول او بقدر مناسب للطعام او اثناء الطهي بيديله بيعطي طعم معين، بيخلي طعم الاكل مستساغ، بلس ان بيعطي احساس بالشبع او بالساتسفاكشن. اما الفات اللي موجوده داخل اجسامنا زي ما احنا اتفقنا، هي بتتراكم الخلايا او الانسجه الدهنيه تحت مسمى الاديبوس تيشو، هي عباره عن بادنج، عباره عن وساده، عباره عن طبقه. الطبقه دي مهمتها ايه؟ انها بتعمل سبورت وبروتكت للفيتال والانترنال اورجانس، هي حمايه وداعمه للاعضاء الداخليه، يعني ما ينفعش يبقى الاعضاء الداخليه تبقى موجوده بدون هذه الطبقه الحاميه والداعمه ليها. كمان الفات داخل، فبالتالي يعني دي فانكشن ليه. وكمان فانكشن اخرى ان طبقه الدهون اللي بتلي السكين او السبكتينيوس فات، اللي هو الدهون اللي تحت الجلد، مهمتها ان هي بتنظم درجه او بتحافظ على درجه حراره جسم الشخص بدون تعرض للفقدان، بتحافظ على درجه الحراره في الرينج الطبيعي. بالاضافه لانه في عندي سبيشال فات، نوع معين من الدهون ده بيعمل مهمته ان هو كفر بروتكت للنيرف فايبرز، ده عباره عن طبقه او عباره عن غلاف بيحمي الخلايا العصبيه، اللي هي احنا كلنا عارفين ان الخلايا العصبيه او النيرف سيلز او النيورون تحديدا هي عباره عن شبكه اتصالات بتضم البرين بالاوامر اللي بيعطيها للديفرنت بادي اورجانز من خلال الرسائل العصبيه او السيجنالز اللي بتنتقل طول الوقت. اختصارا لكل اللي قلناه، ان الفات يزود الشخص بالجرام الواحد من الدهون، بتعطي كم من السعرات الحراريه ضعف الدايتري كربوهيدرات. الفات اكت از انسيوليتور اجينست هيت لوس، بيعمل كعازل ضد فقدان الشخص الحراره، فبالتالي والاخص الدهون اللي تحت الجسم او تحت الجلد عفوا. البروتكت وي سبورت دي الانترنال اورجانز، بروتكت اجينست تروما، طبقه السبكتينيوس فات بتحمي الشخص حينما يتعرض للتروما، بتمنع تعرضه للفراكشر اللي بيبقى الشخص المسن او الناس اللي بتتسم بالنحافه الملفته لو تعرضت لاي اصابه او وقعت او اتكعبلت في سجاده او اتخبطت في اي شيء، بنلاقيها بسهوله بيحصل لها فراكشر، لان الكسر، لان ما فيش طبقه الدهون اللي بتحميها او وقت التروما من الفراكشر. على زي ما اتفقنا، الفات مصدر اخر للطاقه، بيعطي طعم للغذاء وبيعطي او للاكل وبيعطي الاحساس بالشبع معاها، وكمان داخل في تكوين نوع معين من الفات، داخل في تكوين طبقه او كفر للنيورون، كفر للخلايا العصبيه اللي بتساعد على نقل الاشارات او السيجنالز، الرسائل اللي بتنتقل من البرين لاعضاء الجسم المختلفه عشان يؤدي وظيفته. الفاتي اسيد زي ما اتفقنا، الاسينشال فاتي اسيد، الفاتي اسيد عندي الانساتوريتد والساتوريتد. الانساتوريتد هي مصدرها نباتي، الزيوت النباتيه كلها، سواء كان زيت القطن، زيت بذر القطن، زيت الذره، زيت الفول الصويا، زيت دوار الشمس،
كلها زيوت النباتيه فيما عدا زيت الكوكونات والبالم اويل، فيصنف على ان الدهون اللي فيها دهون مشبعه. حتى لو نراجع كده ونشوف الدهون دي، الزيوت دي عندنا في البيت، زيت جوز الهند تلاقيه لازق كده مختلف، وله قوام وكثافه كده مختلف عن الزيوت اللي موجوده في المطبخ وبتستخدمها اللي هي الزيوت النباتيه. الاطعمه اللي بتحتوي على الدهون فهي مصدر ايضا للفات سولوبل فيتامين A والدي والاي والكي. الاكلات اللي فيها الدهون زي ما اتفقنا، الدهون تحديدا الساتوريتد من مصدر حيواني كلها اللحوم، الدهون اللي حوالين قطعه اللحم اللي احنا شايفينها المرئيه دي، اللحوم المطبخه اللي هو في النهايه هي السوسيس والنقانق والكلام من ده كله والسجق، هي كلها اكلات في الاصل تكوينها ايه؟ لحوم، فبالتالي هي لحوم مطبخه. المنتجات الحليب بالاخص طبعا كامل الدسم ومشتقاتها، الكريم، القشطه، الزبده، صفار البيض، كلها فيها دهون. اما الدهون اللي من مصدر نباتي فهي ان ساتوريتد فاتي اسيد زي ما احنا اتفقنا، كلها زيوت، ونضيف عليها الفيش او الفيش ليفر اويل اللي هو او الفيش اويلز اللي هي الاسماك وزيوت الاسماك. وبعدين عندي الهيدروجينيتد فات اللي هي السمن الصناعي او السمن النباتي اللي هو عباره عن زيوت، هو في الاصل زيوت ولكن اتعرض لعمليه الهدرجه ان هو اضاف له عنصر الهيدروجين فاصبح علب السمن اللي موجوده، السمن الصناعي او السمن النباتي مش الحيواني. هي في النهايه عباره عن زيوت ولكن اتهدرجت او تعرضت لعمليه الهدرجه فاصبحت الدهون اللي فيها او تحول خواص من زيت في احماض دهنيه غير مشبعه للسمن بتركيبته بقوام مختلف، والاحماض الدهنيه اصبحت ساتوريتد، وبالتالي ده بيمثل خطوره على صحه الفرد حينما يتم استخدامها بالشكل الزائد. الكاركترستيك اوف فود فات سورسز، هنا ايه هي خواص الاطعمه اللي بتحتوي على الدهون؟ عندي زي ما احنا اتفقنا food fat classified into visible and invisible fat to help individual become aware of all food sources of fat. يعني احنا في النهاية الأطعمة الدهن اللي فيها الدهون بتنقسم لي ان عندي نوع معين من انواع الدهون احنا شايفينه واضح لينا ومرئي، وفي دهون غير مرئية، علشان نبقى احنا عارفين ازاي احنا الدهون الواضحه دي نتعامل معاها ونتخلص منها. بالنسبه للفيزبل فات اللي هي الدهون الواضحه او المرئيه، هي obvious fat يعني دهون واضحه، ار بلين، واضحه تو سي اند انكلود، واضح ان احنا شايفينها او باينه بالنسبه لنا. منها بقى السمن زي ما احنا عارفين، الزبده، كل ده معروف الدهون اللي فيها من مصدر حيواني، فبالتالي هي استهلاكها بكم بيمثل خطورة على صحة الفرد. القشطة، السمن الصناعي، الدهون اللي حوالين اللحم اللي احنا اللحمة الحمراء اللي احنا بنجيبها، في بيبقى في بعض من مناطق معينة من اللحم بيبقى حواليها دهون، ما بتبقاش لحمة فقط أو نسيج لحم فقط، لا بيبقى حواليها أو بين أنسجة اللحم نفسها. اللحوم المصنعة كلها، السجق، السوسيس، النقانق، كلها عبارة عن لحوم وفيها طبعا تم فرمها وإعدادها بطريقة معينة عشان العمل هذا الصنف، فبالتالي بيكون فيها دهون. فإحنا هنا بنتكلم عن الدهون كلها اللي هي الواضحة بالنسبة لنا لأنها من مصدر حيواني وإحنا شايفينها وعارفين إن الأحماض الدهنية اللي فيها saturated. النوع ده إحنا سهل، it's easier to control، يعني الدهون اللي واضحه بالنسبه لنا سهل ان احنا نسيطر عليها، ولانها واضحه ممكن ان احنا نتخلص منها. يعني انا لو مثلا يهمني ان انا اقلل من استهلاكي لهذا النوع من الدهون فبشتري لحم حمر او بتخلص من الدهون اللي حواليها بقدر الامكان، ببعد عن استهلاك الانواع من الزبده او السمن او القشطه او الحاجات اللي هي فيها الساتوريتد فاتي اسيد علشان انا مش عايزه استهلكها. فبالتالي يعني سهل ان احنا نسيطر على هذا الموضوع، يا اما واضح بالنسبه لنا او معروف الدهون اللي فيها شكلها ايه. ده بالنسبه للدهون المرئيه والواضحه. الانفيزبل فات اللي هي الدهون غير مرئيه، دي بقى اللي هو بعض من الدهون اللي هي او بعض من المنتجات اللي هي بنبقى عارفين ان فيها دهون ولكن مش واضحه بالنسبه لنا، يعني الجبن مثلا، الحليب، صفار البيض، المكسرات، البذور، الزيوت، زيوت اللحوم، في
فيها دهون، ولكن بتبقى الدهون اللي فيها غير مرئية. يعني أنا عندي في دهون مرئية واضحة، أو عارفين إن فيها منتجات، عارفين إن فيها دهون، فبنشوف إحنا بنتعامل معاها إزاي. وفي أصناف أخرى فيها دهون ولكن مش واضحة بالنسبة لنا أو غير مرئية. حتى اللحوم بيبقى مش بس، او اللحوم الدواجن اللي هو الدجاج بيبقى فيها دهون، مش بس اللي هي بتبقى بيننا واحنا بننظفها او بنتعامل معاها ممكن ان احنا نستأصلها ونخلص منها ونشيلها، لا ده بتبقى كمان بالرغم ان احنا ممكن ننزع الجلد، ممكن يشيل الدهون اللي حوالين الواضحه لينا، وخاصه مثلا لما نيجي نقول على مقاطع معينه من الدواجن او من الدجاجه نفسها حوالين الورك او المنطقه دي في دهون، في طبقه كده، وانا بنظفها بتبقى باينه بالنسبه لي فبشيلها. لكن بالرغم من كل استئصالنا لهذه الدهون، ولكن بيفضل بين الانسجه نفسها برضو نسبه من الدهون تقدر بحوالي 6% موجوده ما بين الانسجه وبين الماسلز فايبر. الدايجيشن او الدايجستابيليتي، عمليه الهضم بالنسبه للدايتري فات، هي بتتأثر عملية الدايجيشن، عملية الهضم بتتأثر على حسب الفود سورسز، يعني الدهون دي مصدر نباتي ولا مصدر حيواني، على حسب الكوكينج، على حسب نمط الطهي، احنا بنطهيها ازاي، بنسلقها ولا بنشويها ولا بنقلي. يعني عملية الهضم بتختلف باختلاف مصدر الدهون نفسها او القائمة اللي بتحتوي على الدهون، هي من حيواني ولا نباتي، وبتختلف باختلاف طريقة الطهي. البتر دايجست مور كومبليتلي ذان ميت فات. فرايد فود، الاكلات بقى اللي هي واحنا بنطهيها القائمه اللي بتحتوي على دهون، احنا بنطهيها بقليه القلي، يعني نقلي، دي مشكله جامده قوي بتحصل سبيشالي زوز ساتوريتد ويز فات ان فراينج بروسس. عمليه الفراينج، عمليه القلي نفسها بينتج عنها اليتيتد ماتيريال، يعني مواد نتيجه بعد مع عمليه القلي، بالاخص لو نشوف يا جماعه في المطاعم لما بيستخدموا الزيوت للقلي ما بيستخدموهاش مره ولا اتنين وخلصنا، لا بيفضلوا يستخدموا فيها، بعض من المطاعم يعني بيفضلوا يستخدموا فيها كذا مره. وطبعا الزيت بيتعرض ليه اللي هو الماده الدهنيه دي، بيتعرض للغليان ولدرجه حراره معينه اللي هي درجه حراره الخاصه بعمليه القلي، درجه حراره بتبقى صعبه جدا، عالية جدا، فبالتالي بنلاقي حتى الدخان اللي طالع مش بيبقى اللون العادي الرمادي ده، بيبقى دخان كثيف جدا ولونه غامق. فبالتالي عملية الفراينج بروسيس، عملية القلي في حد ذاتها بتصعب عملية الدايجشن، يعني في التعامل مع الأطعمة اللي بتحتوي على الدهون بيكون الأفضل الشوي، الشوي أو السلق أفضل بكتير من عملية القلي، بالاخص لو حد بياكل او بياخد وجبه العشاء في وقت بالليل او وقت متاخر، واكل مقالي او اكل اشياء مقليه، وخاصه لو اكلها طبعا من بره، وزي ما احنا اتفقنا بيستخدموا الزيت كتير وكذا مره، فده بيخلي عمليه الهضم اصعب، بالاضافه انه بينتج عنها اريتيتنج ماتيريال، يبتدي الشخص يحس بالهارت بيرن، حرقان الصدر او الحموضه اللي بيشعر بيها دي نتيجه صعوبه في عمليه الدايجشن للدايتري فات اللي مطهي من خلال القلي. اي سؤال او استفسار لغايه دلوقتي يا شباب؟ اي سؤال او استفسار؟ واضح دكتوره، واضح دكتوره. بنكمل. ايه احتياجنا من احتياجنا من الدايتري فات؟ بودي نيدز فور فات نوت نو مور ذان 20 to 35% اوف توتال كالوريز شود كام فروم فات. يعني قبل كده قلنا عن احتياجنا من الدايتري كربوهيدرات كان من 45 ل 65% من توتال السعرات الحراريه المخصصه لشخص ما. اتكلمنا عن البروتين، بيتحسب طبقا لوزن الشخص، كل كيلو جرام من وزنه 8 جرام، يعني اقل من جرام. طيب بالنسبه للدهون احنا محتاجين قد ايه؟ محتاجين من 20 ل 35%. اي عنصر غذائي لازم يكون عندي رينج، لان مش احتياجنا واحد زي ما احنا اتفقنا، لازم يكون في رينج من والى، لان احتياجاتنا مش متشابهه، احتياجاتنا بتختلف باختلاف العوامل اللي اشرنا اليها، بالاخص الاختلاف، بالاخص المتطلب من حيث النوع.
فبالتالي في رينج عندي من 20 ل 35% many individuals with health problems should adjust أو have adjusted to lower amount of fat. أما الناس اللي هي بقى عندها مشكلة صحية أو عرضة للإصابة بمشكلات صحية معينة أو اللي هي بتبتدي تتقدم في السن، دول الناس دي تلتزم بالحد الأدنى من هذه النسبة. With goals such as 15 to 25 of total calories، يعني ايه الحد الادنى؟ احنا اتفقنا قلنا او اقل كمان من 20%، يعني ممكن 15% كفايه قوي، اقصاها 25%. المهم ان هي تبقى تاخد اقل من الناس اللي مش عرضه لمشاكل معينه او اللي ما عندهاش اوريدي مشاكل صحيه معينه، بالاخص لما بنتكلم كمان عن الدهون اللي هي من مصدر حيوان. الهيلث بروبلم، ايه المشكلات اللي ممكن يتعرض لها الشخص؟ هيلث بروبلمز اوف كروم فات ريليت تو ماتش دايتري فات، المشكلات اللي بتحصل من الاستهلاك للزائد طبعا زي ما احنا متفقين، والزائد من اي عنصر، لان القاعده عندي ان عشان يبقى نظامنا الغذائي جيد ومناسب وصحي، التنوع التوسط والتنوع، يعني يكون في فاريشن، في فرايتي في الوجبه وفي نظامنا الغذائي لكل العناصر الغذائيه المختلفه، لان ما فيش عنصر واحد بيقوم بكل الوظائف، فلازم يكون في عندي تنوع بلس ان يكون في مودريشن توسط من حيث الكم، يبقى التنوع على مستوى النوع من العناصر الغذائيه المختلفه والتوسط من حيث الكم. فاذا الزياده مرتبطه بيه، وبالاخص الساتيوريتد فات اللي هي مصدره حيواني مرتبطه بيه مشكلات صحيه. الاماونت اوف فات، تو ميني كالوريز ان دايت ريجاردلس اوف سورس، زي ما احنا اتفقنا الاستهلاك الزائد عن الحاجه من اي عنصر غذائي، من اي عنصر غذائي سواء كان دايتري فات او كربوهيدرات او بروتين، كل ده ماله اكسيد ريكويرمنت، استهلاك زياده يعني معناه بيتجاوز المطلوب اوف ايميديت انرجي. احنا اللي مطلوب ايه؟ السعرات الحراريه اللي احنا بنحصل عليها من خلال تناولنا للعناصر الغذائيه المختلفه بشكل يومي، مطلوبه لايه؟ احنا محتاجين انرجي زي ما احنا اتفقنا، انا بقوم بوظائف سواء كان تحت مسمى الانفولنتري او الفولنتري بادي اكشن، جسمي طول الوقت محتاج لطاقه عشان الخلايا في النهايه تقوم بوظيفتها، لانها كلها وظائف احنا ما نقدرش نسيطر عليها، وظائف حيويه. طيب ده الانفولنتري، الفولنتري بادي اكشن، احنا على مستوى الوظائف اللي بنسيطر عليها، حركه، كلام، مجهود، القصه دي كلها محتاجه طاقه، فاذا احنا ليه محتاجين سعرات حراريه؟ لان محتاجه سعرات حراريه بكم معين يناسبني ويلبي الحاجه، علشان الطاقه السريعه اللي انا في حاجه اليه عشان اقوم بالوظائف. الاكسس از ستورد از بادي فيت. طيب ما يزيد بقى عن الاحتياج هيتخزن زي ما احنا اتفقنا على شكل ايه؟ دهون داخل الجسم. طيب انكريز ذا بادي فيت، اتخزنت الدهون خلاص؟ ايه اللي هيحصل؟ الدهون خبيثه كده شويه بتبتدي تدور على مكان ضعيف معين، مكان فيه الماسل ستون مش قد كده، مش قويه، وبتبتدي تتخزني في المنطقه دي. تتخزن بقى المنطقه اللي احنا كلنا بنجتمع عليها ومشكلتنا الازليه اللي هي البطن، اللي هو ينتج عنها الكرش. البومبي، البطن اللي بتحصل او الشكل اللي بيحصل ده، التضخم اللي بيحصل في المنطقه دي. عند ناس ثانيه ممكن في الارداف، في الجوانب، في الاطراف. المهم ان هي بتختار مكان ضعيف كده وبتتخزن فيه. طيب ابتدت تتراكم في المكان ده، واحنا كل مدى عمالين بنستهلك المزيد عن احتياجنا، طب ايه اللي هيحصل؟ عماله تتراكم. النتيجه بقى، النتيجه يا اما اوبيزيتي بشكل عام، بدانه او السمنه بشكل عام، واللي ليها مستويات وعند نسبه معينه هتصل لحد الموربيد اوبيزيتي، السمنه المرضيه، يا اما لوكال اوبيزيتي، سمنه موضعيه في منطقه معينه بتلاقيها بارزه وواضحه عند الشخص. فاذا الزياده من اي عنصر هتتراكم على شكل دهون، زياده الدهون دي والويت هينتج عنه، او هو في هذه الحاله الاوبيزيتي في حد ذاتها او اللوكال اوبيزيتي في حد ذاتها يتمثل مشكله مرضيه. يترتب عليها كومبليكيشنز اخرى، منها ايه بقى؟ الديابيتس والهايبرتنشن، يعني بقينا نشوف الديابيتس تايب 2 بين الاطفال، مش بس الديابيتس اللي هو تايب 1. تايب 2 بين الاطفال لانه مرتبط بالويت جين، تمام؟ الهارت اتاك بنشوفها كتير بين الشباب، ربنا يحفظ الجميع. بنسمع عن النتيجه على طول ان شاب توفى او شخص توفى في عمر الظهور من مشاكل زي كده، من الهارت اتاك.
سواء بقى نشوف الاسباب، بس المهم ان الموضوع ده كتير بقى منتشر. يعني زمان لما كنا نسمع عن حد عنده دي ام نقول ده شخص، اول ما يجي في ذهننا شخص كبير في السن، حد هايبر تنسف لازم نقول ده شخص كبير في السن 40 سنه فيما فوق. دلوقتي للاسف المشكلات دي موجوده مش بس بين الشباب، ده كمان حصلت الاطفال، في الهايبر تنشن، في مشاكل في الهارت، في الديابيتس اللي بين الاطفال تايب 2، الهارت ديزيز مجملها دي كلها طبعا، والبون والجوينت، لان كل ما الوزن بيزيد بيأثر على حركه الشخص، فهي حركه مفرغه، هو مش قادر يعيش سنه، مش قادر يبذل مجهود، مش قادر يتحرك زيه زي اصحابه، فعمال بيزيد في الوزن، زياده الوزن بتعمل ريستكشن على الاكتيفيتي وهكذا، حلقه مفرغه. التايبس اللي فات an excess of cholesterol and saturated fat in diet which comes from animal food sources has been associated with specific risk for atherosclerosis. الكلام اللي احنا قلناه، الاستهلاك من الدهون بالاخص من مصدر حيواني اللي فيها الكوليسترول، لان الكوليسترول موجود ده من في الاطعمه اللي بتحتوي على الدهون من مصدر حيواني فقط، لانها بتتكون داخل خلايا وانسجه الحيوان، فبالتالي استهلاك من هذه الاطعمه بيزيد الريسك لدى الشخص انه اي يتعرض للاثيروسكليروسس، تصلب الشرايين وتصلب الاوعيه الدمويه. اندرلاين بلاد فيزز ذات كونتريبيوت تو هارت اتاك، حصل اثيروسكليروسس، الشخص عرضه لايه؟ اثيروسكليروسس اللي هو التصلب، يعني الاسيستي بتقل، يعني قدره يعني البلاد سبلاي اللي واصل للماسلز للهارت ماسلز هيقل، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اسكيميا، بالاخص هنا المشاكل اللي بتحصل في الكورونري ارترس للشرايين التاجيه، الاسكيميا اللي هتنتج المشاكل في الكورونري ارتري هينتج عنها سواء بقى من خلال التصلب، من خلال تكون اوكلوجنز اللي هي جلطات معينه، فده هيؤدي لاسكيميا، الاسكيميا اللي هي نقص الترويه للهارت ماسلز. اوكي، يبقى هنا في هذه الحاله الشخص ايه؟ يصاب او عرضه لاصابه بالهارت اتاك اند ستروكس. Decrease in dietary saturated fat using unsaturated fat instead هنقلل الصح بقى ان احنا نقلل من استهلاك الاطعمه اللي من مصدر حيواني، بالمقابل نعتمد على الاطعمه اللي من مصدر نباتي، ده هيقلل الايه؟ هيساعد في تقليل السيرم توتال كوليسترول بالنسبه لبعض الافراد. الفات ريليتد ديزيز، المشكلات زي ما احنا اتفقنا المرتبطه باستهلاك الاطعمه اللي بتحتوي على الفات او دايت الفات، increase the consumption of fat of animal origin، زياده استهلاك الاطعمه اللي فيها دهون من مصدر حيواني associated with obesity، نفس الكلام في سمنه، في coronary arterial disease، في مشكلات في الشرايين التاجيه، this is because of fact that cholesterol with fatty acids are deposited in arterial wall، والسبب هنا الميكانيزم اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان زياده الكوليسترول وبالاخص طبعا الضار منه بيتراكم حوالين، بيحصل بيلد اب او ديبوزيت بيترسب وبيتراكم حوالين الارتيريال وول، وده معناها الحاله دي اسمها اثيروسكليروسس. Most dietary recommendations suggest that diet low in fat, low in cholesterol saturated fats and increased ratio of unsaturated fat. نعتمد على الدهون اللي احماض الدهنيه غير مشبعه اللي من مصدر نباتي، ونقلل من الدهون من مصدر حيواني لما فيها من احماض دهنيه مشبعه وكوليسترول. كوليسترول present only in animal sources. تاني الكوليسترول موجود في الاطعمه اللي من مصدر حيواني، واشهرها زي ما احنا اتفقنا البيض، وتحديدا صفار البيض واللحوم ومشتقاتها بقى، البرين والليفر الكبده والكلاوي والمخ، الناس اللي بتحب الاكلات اللي زي كده تكون حريصه شويه. ده كلامنا عن، خلصنا كده احنا موضوع الفات والسيشن بتاعتنا خلصت، خلينا بننتقل للسيشن الثانيه ان شاء الله، ونفتح في موضوع اخر. تمام يا شباب، وانتم حاضرين معايا 38 حد، فياريت كامل حضوركم تبقوا موجودين معايا السيشن الثانيه. يلا خلينا ننتقل مع بعض للسيشن اللي بعد كده. زهور عايزه تقول حاجه يا دكتوره؟ لا يعطيك العافيه دكتوره، والله كل شيء واضح.
طيب يا رب يا رب، ربنا يفتحها عليكم. خلينا ننتقل للي بعديها إن شاء الله تعالى. يلا السلام عليكم ورحمة الله.